لأنه وجع الناس من وجعنا، استثمرت كتير جمعية المقاصد بالمشاريع الصحية بآخر سنتين. فمستشفى المقاصد المؤلفة من 200 سرير قدمت خلال العام 2019 الخدمات الاستشفائية ل 14228 مريض، بالإضافة إلى 13223 خدمة علاجية في العيادات الخارجية والمراكز الصحية، تنخفف من وطأة المعاناة وتنأمن أقصى وسائل الراحة للمريض. كان ضروري وضع ماستر بلان للمستشفى بتم على أساسه إعادة هيكلة، تأهيل وتحديث مختلف الأقسام. أعمال التأهيل والتجهيز اللي أنجزت ما بين عام 2018 و2020 شملت المدخل الرئيسي للمستشفى، مركز الأمير نايف بن عبد العزيز لغسيل الكلى، مركز الرياض الطبي للعناية الفائقة، قسم العيادات الخارجية يلي بيضم الخدمات التشخيصية. الإنجازات ما خلصت والعزم بعده مكمل. حالياً عم بتم تأهيل وتجهيز قسمي القلب المفتوح والعناية الفائقة للأطفال، والعمل جاري لإطلاق المشاريع التطويرية لقسمي الأمراض النسائية والأطفال. المستشفى على تواصل مستمر ودايم مع محيطها لتعزيز علاقاتها بالمراكز التعليمية والصحية. تم توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة بيروت العربية، الجامعة اللبنانية، مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت، جامعة ليل بفرنسا. كل هالإنجازات بتعزز ثقتنا بقدراتنا وفخرنا بعزيمتنا. دعم المرضى المحتاجين كان من أول اهتماماتنا، ومن هون أطلقنا الصناديق الداعمة لعلاج مرضى السرطان، لعلاج الأطفال يلي هن بحاجة لعناية فائقة، والمرضى المحتاجين. دعم مجتمعنا بزيدنا قوة وإرادة تنضل مكفيين لقدام، تنمحي الوجع وآثاره من خلال كل مطرح منقدر نساعد فيه ونزرع فيه شوية أمل، لأنه بفسحة الأمل في فرصة حياتي.